وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من القدس الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية. دكتور أمجد، بعد التحية، أولا فرص نجاح هذه الجولة لوزير الخارجية الأمريكي هذه المرة، وما أبرز ما هو موجود على أجندة أعماله خلال هذه الزيارة؟ نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين على قناتكم الكريمة. أعتقد أن فرص نجاح زيارة بلينكين ضعيفة جدا، لأن الأساس في أي أفق سياسية هي تتمحور نحو مصطلح الاختلال. يعني كل ما يتم طرحه ويتم الحديث عنه لا يعدو الحد الأدنى من إعطاء الأمل. يعني في ملف قطاع غزة، ما زالت إسرائيل تدمر البنية التحتية، وما زالت إسرائيل ترتكب المجازر يوميا. لم يتوقف هذا بتاتا، رغم الاجتماع السداسي ورغم المناشدات ورغم المظاهرات في الجامعات الأمريكية، ولكن على أرض الميدان للأسف الشديد لم يتحرك شيء. لا أحد يدعو لإنهاء الاحتلال، لا أحد يدعو لانسحاب الجيش الاحتلال من قطاع غزة وأيضا من الأراضي المحتلة عام 1967. لا، الكل يناشد بأن الحل هو حل الدولتين، ولكن على أرض الواقع ما زال الاستيطان مستمرا، ما زالت المشاريع الاستيطانية الاعتداء على المواطنين، التهام الأرض. نعم، وهو بعض. ولكن دكتور أمجد، ربما تكون هذه قضايا جوهرية رئيسية، ربما ليست هي بالقدر الكافي على أجندة عمل بلينكين هذه المرة، وربما على رأس مهامه هو العمل على إنجاز أو تمهيد كل السبل لإنجاز صفقة وهدنة تفضي إلى وقف إطلاق النار، الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، ومن ثم تحسين الوضع الإنساني وزيادة دخول كميات من المساعدات الإنسانية أكبر إلى الفلسطينيين في غزة. نعم، الإشكالية هنا ليست المشكلة بعملية إدخال المساعدات أو عملية تبادل الرهائن أو المحتجزين أو الأسرى حسب كل من يستخدم المصطلح. المشكلة الأساسية، هل ستتوقف الحرب؟ طبعا لا، لكل المشاريع، فإن الحرب ستستمر. هل سينسحر الجيش الإسرائيلي؟ طبعا لكل الحديث بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة ولن ينسحب إلى حدود ما قبل 7 أكتوبر. المشكلة ما زالت موجودة، يعني لا يوجد. إذن على ضوء أن هذه المشكلة ما زالت موجودة، ألا وهي وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة، خصوصا أن هذه مطالب أعلنتها قادة حركة حماس أكثر من مرة في أكثر من جولة تفاوض، وأيضا في تصريحات إعلامية سابقة بأن الأولوية ومن المطالب الأساسية هو إنهاء الحرب وأيضا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج قطاع غزة. هل على ضوء هذه المرتكزات الرئيسية يمكن القول أن التوصل إلى اتفاق هدنة ما زال بعيد المدى؟ ربما يكون تم الاتفاق على بعض النقاط أو بعض النقاط ما زالت عالقة، ولكن ماذا عن المطالب الرئيسية لفصائل المقاومة بإنهاء الاحتلال ووقف دائم لإطلاق النار وأيضا انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خارج قطاع غزة لما قبل 7 أكتوبر 2023؟ نعم، هو التخوف من إعادة نفس سيناريو شهر نوفمبر. يعني تبادل أسرى بشهر نوفمبر لم يؤدي إلى شيء، هناك تم إطلاق سراح أكثر من 110 محتجز أو أسير في شهر نوفمبر، ولكن النتيجة كانت مزيد من القتل، مزيد من المجازر، مزيد من تدمير البنية التحتية، مزيد من تدمير الجامعات والمدارس والمستشفيات. المشكلة الأساسية هي وقف القتل. يعني إذا لم يكن هناك وقف لقتل المدنيين، ما هي فائدة الاستمرار بمناشدة بالحديث عن تفاصيل مساعدات والحديث عن تفاصيل طريق آمن والحديث عن تفاصيل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين؟ هناك أعداد هائلة الآن من الأسرى، سواء كان بقطاع غزة أو بالضفة الغربية، تم اعتقال أكثر من 8000 معتقل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، ونتحدث عن تقريبا 15000 معتقل من قطاع غزة. هناك أرقام هائلة من المعتقلين ومن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. المسألة هي ليست مسألة تبادل أسرى بقدر المسألة هي وقف القتل ووقف التدمير
وايضا اعطاء امل ايضا بان هناك افق سياسيه. ما يحدث على الارض لا يعطي اي امل بان هناك افق سياسيه، الافق السياسيه تحدث فقط في التصريحات الدول العربيه وتصريحات ايضا الامريكيه والاوروبيه بان الحل الوحيد هو حل الدولتين، ولكن على ارض الواقع يحدث شيء مغاير تماما بما يطالب به المجتمع الدولي. وايضا استمرار الجرائم، رغم ان هناك قضيه في محكمه العدل الدوليه، ورغم ان هناك ايضا شكاوى ودعاوي باصدار مذكرات اعتقال لمجرمي الحرب ومجرمي الاباده في محكمه الجنايات الدوليه، ولكن على ارض الواقع لا يتغير اي شيء. هناك راي عام يطالب بوقف ونهايه الحرب، هناك مظاهرات ايضا في الجامعات الامريكيه والجامعات الاوروبيه، ولكن رغم ذلك ما زالت الحكومه المتطرفه تستمر بأهدافها دون إعطاء أي اعتبار لا للمفهوم الإنساني ولا للموقف العربي ولا للموقف الدولي ولا حتى تصريحات الأمريكية بالاستمرار بذلك. على ضوء التصريحات الأمريكية، أنتوني بلينكين كان قد دعا حركة حماس إلى الموافقة وقبول هذا المقترح الأخير الذي يجري التفاوض بشأنه في الفترة الأخيرة، ووصف هذا العرض بأنه سخي جدا بما يحسن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. فرص قبول حركة حماس لهذا المقترح وهذه الهدنة ومن ثم الإفضاء إلى توقيع اتفاق هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟ أعتقد أن الأمل الوحيد هو إعادة نفس سيناريو نوفمبر، هدنة قصيرة، تبادل 40 أو 20 أو 30 من الطرف الفلسطيني مقابل أسرى من الطرف الإسرائيلي، ولكن لن يحل المشكلة إذا كان هناك قرار سياسي وعسكري باجتياح مدينة رفح. إذا كان هناك وقف للحرب أعتقد هناك أمل أكبر بإبرام صفقة، ولكن إذا كان الهدف هو انتزاع ورقة المحتجزين لدى حركة حماس مقابل الاستمرار بالحرب وهدنة مؤقتة تستمر 40 يوما وسنعود لنفس المعاناة ونفس الإجرام ونفس المجازر، أعتقد أننا ندور حول حلقة مفرغة. إطلاق سراح التبادل أصلا سيكون فقط لصالح حكومة نتنياهو لأنه سيخفف الضغط الداخلي، ربما سيعطي بعض المساعدات الإنسانية وسيعود بعض السكان النازحين إلى مناطق الشمال وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ولكن في النتيجة ستعود نفس المشكلة وربما يكون وضع كارثي أكبر في مدينة رفح بسبب وجود معظم أهالي قطاع غزة في بقعة جغرافية ضيقة جدا، واحتمال أيضا ارتكاب مجازر على مستوى عالي كثيرا، تقدر الإحصاءات بين 100 و200 ألف ربما شهيد سيسقطون إذا كان هناك اجتياح في الوقت القريب. ومن هنا بحسب تقارير إعلامية دكتور أمجد تتحدث عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما كان قد قرر تنفيذ عملية رفح واجتياح رفح أوقف هذا القرار حتى يتسنى الوصول إلى اتفاق مع حركة حماس، ويضغط بأنه سيقوم باجتياح رفح إذا لم يتم التوصل إلى هدنة. هل تعتقد بالفعل أن حماس ستقبل هذا الاتفاق الآن مقابل عدم اجتياح إسرائيل لرفح مع عدم وجود أي التزام إسرائيلي بالانسحاب كاملا من قطاع غزة انسحابا عسكريا وأيضا إنهاء الحرب بشكل دائم؟ نعم، الإشكالية الأقوى هي نهاية الحرب. إسرائيل لا تريد نهاية الحرب. المصطلحات التي يتم استخدامها وقف العملية هو لا يوقف العملية، هو يؤجل فقط عملية الاجتياح فقط من أجل المحافظة على تماسك حكومته، هو لم يلغي الاجتياح رفح. رغم يعني حضرتك تتوقع دكتور أمجد أن عملية اجتياح رفح ستتم سواء إذا ما تم التوصل إلى اتفاق هدنة أو لم يتم التوصل، هي قادمة ولكن الموضوع في توقيتها، هل ستؤجل أم سيتم التسريع بوتيراتها إذا لم ينجز اتفاق في الوقت الراهن؟ نعم، الأمور بالنسبة للمواضع هم إذا استطاعوا تحرير
أسراهم أو المحتجزين لدى حرب حماس هم يحققون بالنسبة لهم أهم هدف للحرب، وهم يعلن الأهداف المعلنة هي إطلاق سراح أسراهم محتجزين لدى حركة حماس بالنسبة لهم، وأيضا تدمير حركة حماس. تدمير حركة حماس صعب جدا وهذا يأخذ سنوات طويلة، ولكن بالنسبة لهم على الأقل حققوا أحد الإنجازات المعلنة. طبعا الهدف الاستراتيجي غير معلن هو ترحيل وتدمير كلي لقطاع غزة ومحاولة تهجير السكان، وأيضا تجريد قطاع غزة من السلاح، وأيضا ضمانات أمنية بعدم عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر. هذه هي أهداف معلنة. إذا حصلوا على فرصة بإضعاف حركة حماس وأيضا الحصول على الأسرى الموجودين لدى حركة حماس، هذا هو إنجاز كبير جدا. ولكن بالنسبة للفلسطينيين، بالنسبة لحركة حماس وبالنسبة للفصائل الأخرى، لن يحقق. إذا كان هو التحقيق فقط بعد كل هالمجازر هو إطلاق بعض الآلاف من الأسرى ويمكن إعادة اعتقالهم كما فعلوا في صفقة شاليه قبل تقريبا 13 عاما، بعتقد أن الأمور ستكون معقدة. لا أعتقد أنهم سيطلقون جميع الأسرى لديهم. الأمل الموجود حاليا هو إتمام صفقة جزئية فقط من أجل جس النبض، ولا أعتقد أن نتنياهو سيقبل بذلك، لأن نتنياهو يريد تحميل المسؤولية لحركة حماس من أجل الاستمرار في الحكم وأيضا إطالة أمد الحرب. وللأسف كل المؤشرات تدل على أنه سيستمر إلى فترة ربما إلى نهاية هذا العام. نعم. طيب دكتور أمجد، هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن في إطار المفاوضات التي تتم، قالت إن إسرائيل أبدت مرونة بأنها ستنسحب من الممر الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، رغم وجود تحفظات لدوائر أمنية إسرائيلية تتخوف من أنه إذا ما تم فتح هذا الممر والانسحاب منه عسكريا من قبل إسرائيل، فإنه ربما يفتح الطريق أمام العناصر المسلحة للحركات الفلسطينية، حركات المقاومة، حتى تعود من جديد إلى شمالي قطاع غزة، ومن ثم تشكل خطرا من جديد على إسرائيل. أنا أعتقد هذا مجرد تضليل ومجرد عراقيل، لأن حركة حماس رغم الاجتياح لأكثر مرة من مناطق الشمال قطاع غزة، ما زال هناك حسب تصريحاتهم ما زال هناك آلاف في المقاتلين حركة حماس، وما زال الطيران الإسرائيلي يقصف والمدفعية تقصف، وما زال عمليات الاجتياح مستمرة في الشمال قطاع غزة. وأيضا يعني أكبر مثال على ذلك عملية تدمير مستشفى مجمع الشفاء تم بعد اجتياحه أكثر من مرة، وما زالوا يقولون بأن مدينة غزة ما زال هناك مقاومة وما زال هناك عناصر بالآلاف. فالتبرير بأن هناك إشكالية، أعتقد أن من ضمن الاقتراح المطروح هو أن يقوم طرف ثالث بتفتيش النازحين بالعودة خوفا من أن يكون هناك عناصر، ولكن هذه مجرد تفاهات يراد منها فقط فرض وقائع جديدة، لأن بعد كل هذه المجازر وبعد كل هذا التدمير لا أعتقد أن هناك مبررات للاستمرار في هذه الحرب. يعني لا أعتقد أن هناك أهداف عسكرية يمكن ضربها أو استهدافها بعد 7 أشهر من الاحتلال ومن حرب الإبادة ضد قطاع غزة. أعتقد أن لا أفهم لماذا يصرون على الاستمرار بهذه الحرب، اعتقادا منهم بأن حماس سترفع الراية البيضاء، وهذا طبعا هدف صعب لأنها لن تخاطر بفعل ذلك، وأنها بدأت تتكيف بشكل أساسي مع ما تقوم به إسرائيل. حتى لو اجتاحوا مدينة رفح لن يحققوا شيئا أو مزيد من الأهداف، سيقتلون مزيدا من المدنيين وسيدمرون مزيدا من البنية التحتية، ولكن لا أعتقد أنهم سيستطيعون تحقيق ما أكثر مما فعلوه في قطاع غزة، وخاصة أن مناطق الشمال الذين يتخوفون من عودة السكان تقريبا أكثر من 70% وربما أكثر من ذلك من البنية التحتية ومن المساكن تم تدميرها بشكل كامل وهي لا تصلح للحياة
فالتركيز على بقائهم في قطاع غزة والتواجد عسكري في قطاع غزة له أهداف سياسية وليس أهداف عسكرية كما يدعون، وليس له أهداف دفاع حق الدفاع عن النفس بقدر ما لديهم برامج في من أجل تهجير السكان والعودة للاستيطان وللاحتلال بقطاع غزة، وخاصة مسألة الحزام الأمني. وذلك له أهداف أيديولوجية وأهداف سياسية وليس له أهداف دفاعية كما يدعون. شكرا لك دكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية.